أهلا بكم. تجري السين سين غدا صيانة لأبجديتها السياسية ومعاينة ميكانيكية في السياسة الإقليمية لتعيد تفعيل حرفين قام عليهما استقرار المنطقة ولبنان على وجه التحديد. فالرئيس السوري بشار الأسد يزور الرياض غدا للقاء الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسيكون العراق المحور الأول وربما الأخير في جدول البحث، سعيا لإنهاء أزمة تأليف الحكومة عبر اعتماد وصفة لبنان الفعالة والوصول إلى وزارة وفاق وطنية حتى ولو كانت برئاسة نور المالكي الذي كان قد زار دمشق هذا الأسبوع باعتبارها بوابة العبور إلى الحلول، ومنها تتفرع قنوات لاستقرار الشرق الأوسط. ومن البديهي أن يأتي اجتماع الأسد عبد الله على ذكر تقويم زيارة الرئيس الإيراني للبنان، لا سيما بعد تلميح نجاد إلى شبكة أمان في المنطقة رسمها أبناء جنوب لبنان، وهي تشكل بمفهومه خط الدفاع الأول عن لبنان وسوريا والسعودية وبما فيهم إيران، وهذا ما عرف بتسمية الشرق الأوسط الجديد الذي هزم شرق كوندوليزا رايس. وما عدا ذلك فإن أبو مازن في فلسطين ينتظر تجميد مستوطنة، ومصر تقع على خط غير استواء سياسي داخليا بسبب تعثر التوريث، وخارجيا بفعل الإعداد لانشقاق جارتها إلى سودانين، والقلق المصري المزدوج من قلب الجمهورية وعند حدودها ظهر في اجتماع الرئيس سعد الحريري الأخير مع الرئيس حسني مبارك، فيما كان ينتظر رئيس الحكومة معونة مصرية تؤازره في بلواه، فوجد أن عبد المعين المصري عاوز يتعان. والدور الذي كانت تؤديه القاهرة ذوبته حرارة صخب تسليم السلطة وانبعاث القلق القادم من صوب جنجويد دارفور. هذه الصورة يضاف إليها مشهد الرئيس الفلسطيني المنتهي ولايته محمود عباس الذي يتوسل باراك أوباما للضغط على إسرائيل لتجميد الاستيطان شهرا واحدا، وقد هزلت معه قضية فلسطين التي بدأت باسترجاع الأرض وانحدرت إلى تجميد مستوطنة، ولازال أبو مازن يلوح بالبدائل وهو لا يلوي على بديل، وليس هناك من خيار سوى حل السلطة الفلسطينية واعتبار إسرائيل دولة محتلة لتبدأ المقاومة مشمولة بخطوط الدفاع في المنطقة. وإلى خطوط الدفاع الداخلية، حيث سجلت الساعات الماضية اجتماع جبهة نصر الله عون المنعقدة على تماسي ما عرف بالحالة النجادية، فقد استقبل الأمين